وفي ذات السياق أشارت الأستاذة فاطمة المناعي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لأن تحديث الطلبات الإسكانية وأكدوا مدى استمرارية مطابقة بيانات المواطنين الموجودة لدى الوزارة. تحديث الطلبات الإسكانية هو إجراء دوري تقوم بالوزارة يتم تنفيذه بهدف تحديث قاعدة البيانات والمعلومات بالوزارة. لما نحدث قاعدة البيانات هذه يسهم في دعم خطط التطوير والتخطيط لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، كما يهدف الإجراء إلى التأكد من مدى استمرارية مطابقة بيانات المواطنين لمعايير الاستفادة من الخدمة الإسكانية ومطابقتها بالبيانات الحالية الموجودة على سيستم الوزارة. لذلك ندعو كافة المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية للمبادرة بتحديث الدخل إلكترونيا، وأكرر أن دون الحاجة إلى الحضور الشخصي للوزارة جميع سبل الدعم والمساندة المتاحة لهم لإنهاء الإجراءات إلكترونيا إن شاء الله خلال الفترة المحددة للبرنامج.